هاي جايز، كيفكم؟ مثل ما شايفين انا ولين عاملين ميك اب وطالعين. لين هاي. عاملين ميك اب وطالعين، جينا لعند مكان هيك سري حدا بيعرفه غير نحنا. جينا لعند ذا اوردينري تراك تقريبا، هيك فيكم تقولوا. شو ما احلاها. ويت اي ويل شو يو. شوفوا قد ايه حلوه وكيوت. كتير حلوة. اوكي، على انه في نيو برودكت، هو برودكت معدل عليه، بس خليني احكي لكم هلا بالتفصيل. بس ادخل سو التراك من جوا هيك بتجي في هون هيك. هاي القعدة كنا قاعدين انا ولين لحتى سالنا كم سؤال عن البرودكت هدول. هدول كل يعني فيكم تقولوا كل البرودكتس تبعون ذا اوردينري. كان عندنا كم سؤال لانه انا عندي اياهم، بس كنت عم بدي اعرف كم شغلة عنهم. او تمشوا لهون، بدكم تحذروا شو هاد. شوفوا ما احلاهن. اوكي، هات مي. عن جد عم بحكي مي طبيعيه هاي. فكتير كتير كيوت، كتير واو. وشي جديد انه في شيء هيك عم يصير، فانا كتير عاجبني صراحه للامانه. وسوينا لكم كم فيديو وصور واحترافات هون. طبعا صورنا صور كتير وفيديوهات كتير. بس شوفوا سو البرودكت الجديد، هو مو جديد، اللي هو هاد الهايلورونيك اسيد. هاد تم التعديل عليه لانه في ناس ما كتير كانت تحب التكستشر تبعه اللي هو الملمس، فخلو كان ملمس فيكم تقولوا شوي لزج، فهلا صار كتير لطيف وخفيف على البشره. ويس. وين لين؟ لين هاي. هاي ورجينا الاوتفيت. صحيح ما شفنا الاوتفيت. بس في هون مثل بالمخلب بنطلوني بالحمرة. انا شو بدي ابس لك رجلك لين؟ مدري مين كان لابسه وفخامه. اوكي، بحب اقول لكم شغله، بس انه هذا بنطلوني بالضبط. هي اول ما جينا قالت لي هذا بنطلوني وهذا بنطلوني، بعدين لما طلعت الحمرة اول شيء شوفوا الماسكارا قديش حلوه زرقاء، حتى ماسكارا بلو. سو الاوتفيت اليوم كثير سمبل وبسيط وكاجوال. ف يس، شو رايك بالمكان؟ جايز كثير حلو، مشكله كثير برد. كثير كيف تحسوا؟ واو، انه بس قلنا هلا خالصين وراجعين هدي. اوكي جايز، مثل ما شفتوا بالستوريات اللي قبل كنا عند ذا اوردينري تراك، خلصت ونطت بالسياره. لين بتدقدق علي على الشباك، اطلعي اطلعي. فكرت في حدا خبطني من ورا وحياه الله. بطلع لما ابراهيم هاي جايب لي ورد وجايب كيك ومعذب حاله وحياه الله. عن جد وحياه الله لو انك جاي بس انها بدك انت انبسطت. ثانك يو سو ماتش. فيك قبل لحتى وقت عيد ميلاد ما بكون فاضي، بكون لا وبده يسويني صور. يعني شو تفجرت كالعاده. في كيكه مو شيء جديد. في كيكه. تصطفت انا كثير كبرت. ابراهيم كم عمرك؟ والله ما كبرت. ابراهيم كم عمرك؟ قد ايه عمرك ابراهيم؟ 27. معقول بيوم من الايام اصير 27؟ لو بيقول لي على بال 160 سنه يعني، بعدين خلص هو قطع لي عمري. ثانك يو سو ماتش، والله عذبت حالك. واحلى مفاجاه، واول حدا بيفاجئني باي ذا واي.